صباح الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي صحصح. اليوم مشوارنا رح يناقش قضية أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد في الأردن، له علاقة بإجازة الأمومة، بالمعلمات، بقطاع التربية والتعليم. اليوم سنناقش الموضوع بكافة زواياه، خليكم سمعونا من هون للساعة 12. أهلا وسهلا بكم جميعا. القصة وما فيها، أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الماضي أنها بصدد اتخاذ إجراءات بحق مدرسة خاصة في العاصمة عمان، طلبت من المعلمات لديها تنظيم الحمل وتحديد موعد الولادة خلال العطلة الصيفية. طبعا خلال الأيام الماضية تداول نشطاء على منصات التواصل منشور منسوب إلى إحدى المدارس، أكيد تحت عنوان تعميم للمعلمات، جاء نصه بما تقتضيه مصلحة العمل يرجى الأخذ بعين الاعتبار بضرورة تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف أشهر 6-7-8. بعد ساعات من تداول المنشور تراجعت إدارة المدارس المعنية وأصدرت بياناً نشرته صفحة الشؤون الوزارية الرسمية على فيسبوك، أوضحت خلاله أن هذا التعميم لن يتم العمل به ولا يمكن بأي حال قبول مضمونه. وأكدت المدارس أنها مؤسسة تعليمية تلتزم القوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها، وقررت الإدارة فتح تحقيق موسع بخصوص البيان الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه باعتباره يعني كان ممارسة فردية من شخص قرر أن يصدر هذا التعميم، فالإدارة رح تحاسبه. لغط كبير جدا حول اللي صار، وأنا مبارح طرحت هذا الموضوع عندي على إنستغرام ولاحظت بأنه في عدد كبير جدا من المعلمات اللي بشكلوا 80% من المعلمين في القطاع الخاص أو في المدارس الخاصة، في عدد كبير من المعلمات عانوا من هذا الظلم فيما يخص إجازة الأمومة، مع العلم بأنه المرأة المعيلة في المجتمع الأردني نسبتها عالية جدا، والست من حقها أنه تكون أم وأن تمارس حقها في العمل، في الإنجاز، في إثبات الذات، وقانون العمل بيحميها وهو واضح وصريح في هذا الشأن. السيد منذر الصوراني معنا على الهواء مباشرة، صباح الخير أستاذ منذر. صباح النور. أهلا وسهلا بك. هلا. سيدي، يعني إحنا معنيين بالقضية التي أثارت جدل خلال الأيام الماضية في الشارع الأردني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص إحدى المدارس الخاصة وموضوع قضية الأمومة والإنجاب وتنظيم النسل وإلى آخره. ما هي آخر تطورات هذه القضية التي أثارت الجدل لو سمحت؟ صباح الخير. صباح الفل. أولا هذه الحالة الثانية اللي مرت على المدارس الخاصة. نعم. يعني خلال مسيرتها، يعني في حالة قبل كورونا. نعم. وهذه الحالة وهي حالات فردية صحيح. نعم. يعني ولا مبرر لها. نعم. تطورات القضية، أولا إنها لما حكيت قبل قليل حالة فردية واللي صدر عن إدارة المدرسة من تعميم أو خطاب إجراء لم يكن مدروسا ولم تتوقع يعني المدرسة أنه سيكون له ردات فعل. نعم. وحسب علمي كما أوضح الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أن هذه القضية يعني تحت بند المتابعة من قبل الوزارة لمعالجة هذه المشكلة، وأعتقد حسب توقعاتي سيصدر تعميم بهذا الخصوص أنه يجب الالتزام بالقوانين والأنظمة. نعم. باختصار لا يحق لبعض، هي حالة كما للسردية، إصدار مثل هذا القرار كونه مخالف للتعليمات والقوانين الناظمة لعمل المدارس الخاصة وتحديدا قانون العمل الأردني. نعم. اللي أوضح علاقة صاحب العمل بالعامل سواء كان ذكر أو أنثى. سيد منذر، أنا بس في عندي هون استفسار، يعني قيل بأنه هي ممارسة فردية وإدارة المدرسة غير راضية عن هذا القرار الفردي وسيتم محاسبته، هل ممكن إصدار قرار في مدرسة بما يخص موضوع المعلمات وإجازة الأمومة وكما قالوا تنظيم النسل، يعني قرار جوهري، هل ممكن شخص يصدر هذا القرار دون الرجوع إلى إدارة المدرسة؟
ما أعتقد يعني ممكن، لا يعني لا يمكن صدور أي قرار بدون علم الإدارة، لأن نعم. المدرسة الخاصة بتعرفي في بعض المدارس اللي هي كبيرة لها مجلس إدارة، نعم. في مدير عام، في مدير مدرسة ثانوي، في مدير أساسي، في مدير كي جي وان كي جي تو، كله يعني منظومة واحدة، المرجعية اللي هو صاحب القرار الأول. نعم. بس أنا السؤال اللي كنت بدي أركز عليه هو موضوعي، أنا حديثي معك ذو شقين. نعم. الشق الأول إنه النقابة يعني دائما تهتم بأعضائها في متابعة قضاياهم أو المشكلات اللي بيصادفونها خلال هذه المسيرة، وهذا الاهتمام اللي إحنا أوضحناه مشان نأكد للمستمع إنه لو أوضحت المادة الثانية من النظام الأساسي اللي هي غايات وأهداف، هي حماية الأعضاء الملتزمين بالقانون ومتابعة قضاياهم أمكنة. الشق الثاني اللي بحكي فيه إنه برزت في الآونة الأخيرة إنه كثير أو بعض من المعلمات تلجأ إلى الحمل بفترة قبل بداية العطلة الصيفية، يعني تغترب في الحمل حتى تلتقي فترة الحمل الولادة مع بداية العطلة الصيفية. نعم. فهي بتحصل على إجازة قد تكون 3 شهور حسب علمي، ما بعرف أنا بالضبط. 70 يوم. نعم. بنضم إلها شهرين من العطلة الصيفية، بصير الفترة الزمنية هي 5 شهور. الإشكالية وين؟ أي مدرسة خاصة ثانوية أنا بحكي تهتم في المخرج تبعها، يعني إذا كان معلم تخصص عربي إنجليزي رياضيات علوم، حقيقة غيابها يؤثر على برنامج المدرسة ويؤثر على أولاء الأمور اللي دائما بيتصلوا، المعلم غايب، المعلم اليوم ما داومت، يعني في جانب آخر من المشكلة. لكن هذا لا يعفينا انه يعني هذا لا يجوز لنا ان نخالف القانون. لا يجوز لنا ان نخالف القانون. طب يعني حضرتك خلينا نحكي هيك اكاديميا ومهنيا، بما انه انت تطرقت الى الجانب الاكاديمي، يعني غياب المعلمه لفترات طويله قد يؤثر على مخرجات التعليم وهذا امر صحيح. شو يعني شو انت ك او انتوا كحضرتك كنقيب اصحاب المدارس الخاصه، شو المفروض المعلمه تعمل؟ يعني موضوع نعم فيما يخص امومتها وفيما يخص حملها. للامانه بحكي نعم. انه معظم المعلمات اللي تحصل على اجازه ولاده تعود الى المدرسه بعد 15 يوم في لها انتماء حتى تقطع يعني المده. نعم. في حرص يعني هي لا تقبل ان تنقطع الدراسه عن الطلاب اللي هي تهتم فيهم، لانه هذا انجاز لها صحيح. لكن احنا بنقول كالتالي انه الاجازه الامومه مدفوعه كرواتب من قبل الضمان الاجتماعي، مدفوعه هي. نعم. عقد العمل الموحد اجاز والقانون اجاز ان تضع المدرسه بديله لهذه المعلمه طيله فتره غيابها. نعم. لكن الفرق ما بين معلمة دائمة في المدرسة حصلت على إجازة ولادة ومعلمة قادمة جديدة، في المخرج، في المتابعة، في القوة، في قوة التدريس، يصير في إرباك. تعرف المدارس الثانوية دائما تبحث من هو الأول في الثانوية العامة. طبعا الأمر مش هين بالنسبة لها. مزبوط. من هذا المنطلق تلجأ المدرسة إلى إصدار مثل هذا الكتاب. نعم. يعني بس شوف أستاذ مندر، يعني إذا كان في بدائل أو بديلات عن المعلمات صاحبات كفاءة وصاحبات خبرة، مزبوط، يعني حالة الإرباك حاصلة، ولكن هي تستطيع أن تكمل ما تم البناء عليه وتقوم بواجبها المناط بها بطريقة صحيحة ودقيقة. نعم. كلامك سليم، لكن احنا بدنا نجمل الموضوع كله. اي شيء يتعارض مع القانون والنظام والتعليمات من قبلنا مرفوض. يعني هذا ما اردنا سماعه من حضرتك. نعم. طب انا بس في عندي كمان استفسار، بيسالون الناس هل يحق للمدارس الخاصه اصدار قرارات بهذا الحجم دون اللجوء الى الجهات المسؤوله؟ لا، هي تجهل بالقانون والتعليمات، في لو هي عمل. نعم. مطلع على القانون ما تقدم على هذه الخطوة. الله عليك. وبعدين موجود هذا الحكي في عقد العمل. في عقد العمل موجود. المعلمة إجازة. نعم. 14 يوم متقطعة. نعم. يحق لها 14 يوم إجازة دائمة مرضية في مستشفى. أها. يحق لها إجازة أمومي. واضح. يعني واضح القانون العمل مش بالضرورة الرجوع إلى. أحيانا بيفترضوا بعض المدارس الخاصة بتاخذوا القرار الداخلي ويقول لك ما راح يطلع خارج المدرسة، إنه بيطلع. نعم. مثلا قصة بتضل جوا.
نعم، حضرتك ذكرت بأنه هم حالتين، حالة ما قبل كورونا وهذه الحالة التي سمعنا بها مؤخرا فقط، نعم هما الحالتين. أي نعم، نعم. أي نعم. يعني بأكد نعم. على نقطة أساسية، نعم، كثير من المعلمات يعودون إلى العمل بعد 15 يوم، حرص منها على المدرسة وحرص منها على متابعتها للطلاب واهتمامها يعني بنجاحاتها هي في المستقبل. يعني هذا من باب المسؤولية الشخصية، نعم. هي تعتقد بأنه عليها مسؤولية يجب أن تقوم بها بأكمل وجه، وطبعا تحياتنا لهؤلاء المعلمات، وطبعا كمان المعلمة هي بالنهاية هي أم، وأولويتها الأولى بتكون بيتها وأبنائها. احنا نعم. كمدارس خاصة مش ناقصنا يعني هزات ومش ناقصنا ضجة يعني، لكن شو بنساوي، بيحصل مظبوط قطاع كبير، نعم، بيحصل فيه خلل في بعضه. يعني أي خلل أو أي مخالفة للقانون حسب ما أكد الأستاذ منذر أكيد الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة هو مرفوض، وإن شاء الله سيتم حل هذه المشكلة، وإن شاء الله ما نرجع نسمع عن حالات متكررة في هذا الشأن. شكرا لك، شكرا لك على التوضيح، تحياتنا لك وكل الاحترام. شكرا. يعني من لما طرحنا هذا الموضوع وصراحة وصلنا هيك عدد من التغريدات وعدد من الكومنتات، في شخص بيقول إنه بعض المدارس الخاصة بتفسخ عقود المعلمات عند الولادة وبتوقع عقد جديد بعدها، يعني هو في مشاكل تثير الاستياء بتعرضوا لها بعض المعلمات في المدارس الخاصة. آيات معنا على الخط، هات نشوف شو مشكلة آيات. صباح الخير آيات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي، كيفك؟ تمام الحمد لله، كيفك نادية؟ حبيبة قلبي، احنا طرحنا موضوع أو قضية حساسة أثيرت في الشارع الأردني من فترة. نعم صحيح. وحكينا مع السيد منذر الصوراني أكيد، أنت حواليكي ابنك شكله إلى مشكلتك لها علاقة أيضا بإجازة الأمومة. طبعا. أول شيء الله يخلي لك أولادك ست آيات. شكرا، يخلي لك زيدو. يا عمري الله يخليكي، خبرينا آيات شو صار معك؟ تمام، أنا كنت في مدرسة نعم. خاصة نعم. قبل تقريبا سنتين. اللي صار إنه أنا في منتصف الفصل صارت الولادة، وطبعاً كنت مخبرة المدرسة من بداية حملي قبل ما أوقع العقد معهم للسنة الجديدة إنه أنا حامل. خبرتيهم أنت واضحة بهذا الشأن. بالسنة. نعم. كان تمام، بدك تكملي بالسنة وإحنا ما بنستغني عنك وكل هذا الكلام. حلو. وأوكي، وأنا حطيتهم بالصورة. نعم. لما طلعت على إجازة الأمومة خبرتهم قبل ما أنا أولاد في أي إشي لازم أنا أعمله، أي ورقة أي كذا. لا تمام، وتقومي بالسلامة أنت وابنك وكذا. طبعا ما بدي أحكي لك قديت عبت معهم بأنه ما كان في مراعاة لظرفي أني أنا حامل، كانت كورونا إذا بتتذكري نادية، وأنك لازم تيجي تداومي في المدرسة. صح. طب ما في طلاب في المدرسة وأنا عم بعطي حصصي أونلاين تمام من البيت وما في عندي أي مشكلة. نعم. لازم تكوني موجودة. عم ضلهم يأخروني حتى أنا آخر حدا كنت بتسليم كل الأوراق، مش لأني أنا مش جاهزة، لأنهم ما بدهم يستلموا مني. فشوي كان هيك في يعني مضايقات. نعم. منحط كل هذا الحكي على جنب. بعد ما خلص إجازة الأمومة، وين راتب الضمان؟ وين راتب إجازة الأمومة؟ مش موجود. أول شهر، ثاني شهر خلص الفصل وأنا عم بطالب فيه، وكل مرة يطلعوا لي بحجة شكل. نعم. انت ما كنتي معنا، انت كنتي معنا، ما عملتيش ورقه الفلانيه، ما عملتيش. طب انا سالكم ايش بدكم وانتم حكيتوا لي خلص بس انزلي على اجازتك. نعم. فحتى ما اشتكيت بالاخير لوزاره العمل، وطريقه مش بحبها صراحه، بس الواحد يعني بده ياخذ حقه وهذا حقي. انا تعبت معاكم وقدمت في كل شيء مطلوب مني، بالتالي كان لازم الاقي حقي اللي المفروض لي بالقانون. نعم. فاشتكيت لوزارة العمل، ما قدمت فيهم شكوى، يعني قدمت فيهم شكوى بس ما عملت أي إجراء، حكينا بالأول وديا، ولما صار هيك الموضوع تغيرت كل الآراء ونزل الراتب على البنك بشك. أوكي. فنعم هيك انتهت القصة، بس الصراحة ما قدرت أكمل معهم سنة جديدة، يعني مكان ما بتضمني فيه حقك، أو إنه يعني إذا ممكن صار أي إشكالية بسيطة ما بتعرفي شو ممكن يتصرفوا معاكي ما بكمل فيه أكيد. نعم. والحمد لله أنا هلأ في مدرسة لها اسمها وكثير منيحة، والحمد لله حقوقنا محفوظة. آيات أنا أول إشي سعيدة بأنه أنت في عندك وعي بقانون العمل بما يخص المرأة العاملة، لأنه للأسف اللي بعض الستات بيواجهوه أو بيعانوا منه هي ما بتكون على دراية كاملة
بتفاصيل القوانين التي تخص حقوقها كامرأة عاملة، فبالتالي ممكن مرات تطنش تقول لك بدي أختصر الشر وإلى آخره بموجب المادة، وهي بتضيع كثير حقوق وهي مش عارفة إنه القانون هو معها 100%. الله عليك، فخلينا نعطي هو القانون الصريح الواضح. بموجب المادة 27 من قانون العمل الأردني لا يجوز إنهاء خدمة العامل أو العاملة أو توجيه إشعار بهذا من حالات، منها طبعا المرأة العاملة الحامل، ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة. القانون واضح جدا، وتمنح المادة 77 من قانون العمل الأردني إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع أو 70 يوم، وتغطي رواتبها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن تأمين الأمومة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي. فإحنا يعني من خلال حلقتنا لليوم حريصين، شكرا أنك شاركتينا قصتك آيات، كل الستات اللي عم يسمعونا حبيبة قلبي حبيبتي، شكرا كتير لك، الله يخلي لك ولادك، ثانك يو. كل الستات اللي عم يسمعونا يا جماعة، كوني على قناعة تامة بأنه قانون العمل معاكي، خاصة بما يخص أمومتك، عمرك ما رح تتنازل، عمرك ما تتنازلي عن حقك، والصوت الواطي عمره ما حدا بسمعه. علي صوتك وقولي نحن هنا. تفضلي ست حنين. إحنا يعني أثرنا القضية اللي يعني كان لها هيك آراء وجدلية كبيرة جدا في الشارع الأردني، نعم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعم. حكينا مع نقيب أكيد المدارس الخاصة الأستاذ منذر، وحابين نسمع من حضرتك كونك أنت جزء من إدارة المدرسة، مظبوط؟ طبعا أكيد. تفضل. أنا معلمة في هذه المدرسة. أنت معلمة؟ نعم. معلمة من هاي المدرسة، نعم، من 8 سنوات، نعم. في خلال هاي يعني نفيا لما حدث والضجة اللي حدثت في هذا الموضوع، فعليا أنا بخلال 8 سنوات الحمد لله رزقت بثلاث أطفال. الله يخلي لك ياهم. الله يسعدك يا رب. خلال فترة حملي وخلال فترة إجازة الأمومة فعليا لم أتعرض لأي موقف يعني يثبت صحة هذا الكتاب أو هذا التعميم. No. أنا أتحدث عموم يعني بالخصوص عن القسم الذي أنا أنتمي له. نعم. No. قسم الإناث. وبالأصل فعليا هذا الكتاب لم يعمم في قسمي ولم أراه. أنا فعليا صدمت مثلكم، يعني أنا شفت هذا الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي لم أراه أبدا في عيني. وعلى العكس كانوا يتعاملوا معي، يعني حتى في الحمل الأخير أنا يعني آخر ولادة كانت إلي في شهر واحد، هذا الشهر واحد في هذا العام، فأنا يعني ابني لم يتجاوز 4 شهور. ففي هاي المرحلة كان حملي جدا صعب. بالعكس كانوا يتعاملوا معي بكل إنسانية، أعفوني من مناوباتي، أعفوني من مراقباتي، من التدقيق، من أي شيء ممكن إنه كان يضغط علي نفسيا جسديا أو إنه لا سمح الله يأثر على ولادتي المبكرة، لأنه عندي حالة صحية معينة. وأخذت عطلتي وجازت الأمومة كاملة يعني بدون أي ضغط، بالعكس وأخذت حقوقي كاملة منها. بس هو اللي صار إنه بهاي الفترة للأسف يعني البديلة أو البديلات اللي كانت تيجي من خارج المدرسة ما كانت تسد المكاني وبالمرحلة العمرية اللي أنا بدرسها. نعم. فهذا الموضوع يعني صار بده يتحمله زميلاتي. زميلاتي تحملوا الحصص عني طبعا بمقابل، أكيد كان في لهم مقابل وأخذوا حقوقهم. فهذا شكل عبء كبير على المعلمات، فبالتالي هو هذا يعني كان هو الشيء او الشيء هو اللي فعليا كانت الناس تحارب فيه على الكومنتات وعلى التعليقات. طيب ست حنين سؤال، انت جزء، نعم، من الاداره مظبوط؟ نعم، من المدرسه، انا جزء من المدرسه، انا معلمه. انت معلمه واداريه ولا معلمه فقط؟ لا معلمه فقط. نعم. طيب انا سؤالي لك ست حنين، كيف يعني انت بتقولي انا تفاجات بما بالتعميم اللي تم اصداره وشفتي، نعم، زينا زيك على فيسبوك، نعم، هل يمكن لشخص أن يصدر قرار بهذا الحجم في مدرسة بهذا الحجم لها تاريخ عريق دون الرجوع إلى الإدارة وموافقة الإدارة، هو لحاله بيوقع وبصير القرار يعني مطبق؟ ممكن إنه يكون هو بالفعل شيء، هو كان بالفعل هو شيء كان فردي، نعم، اجتهاد فردي. وفعليا لو ما كان اجتهاد فردي وفعل فردي كان وصلنا الكتاب، يعني كان إحنا كمعلمات عم نداوم كل يوم، كان وصلنا الكتاب، كان وقعنا على الكتاب، كان على الأقل شفنا الكتاب حتى لو ما بدنا نوقع عليه، لأنه إحنا أكيد رح نرفض هذا الكلام.
فبالنهاية أنا فعليا لما ما يوصلني ما يوصل قسمي، فإذا هو فعليا اجتهاد شخصي. طيب اجتهاد شخصي يعني هو، بس عشان نوضح الأمور. نعم. لأنه يقتضي التوضيح حتى ننهي هذا الملف. الشخص اللي 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 أصدر هذا التعميم، هو أصدره فقط على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، هو ما أصدره على مواقع التواصل الاجتماعي، لربما أنا لا أعلم بهذا الموضوع تماما صراحة. نعم. لربما أصدره ولكن تم تسريبه، يعني للأسف يعني هي كان هو هذا الشخص والفرع هما كانوا كبش الفدا. أنا شخصيا لما كنت أقدم طلبات للمدارس، أنا شخصيا في سن من المدارس مكتوب بالطلب وجريتني صورتها يوما. شو مكتوب؟ هل أنت حامل؟ يعني في مدارس على فكرة، عشان تكوني بصورة، في مدارس بطلبوا فحص حمل قبل ما يوظفوك. وأنا في حدا قريب مني جدا ومعلمة لغة عربية أيضا، وتعرضت لهذا الموقف وأعطوها تست حمل بداية قبل توقيع العقد. نعم. وطبعا هي شركة تست الحمل وقالت لهم إذا أنتم بدكم يعني تتعاملوا معي بطريقة غير تربوية، فإذا أكيد أنتم يعني بالنهاية أنتم مش تربويين. طبعا هذا الموضوع أصلا غير قانوني حتى. يعني نعم. إحنا يعني للأسف كان هو كنا كبش الفداء، فهمت علي؟ أنه بالنهاية هذا الشيء منتشر بس هو متخبي. يعني ما بعرف إذا شفتي كمان الشيء اللي انتشر امبارح، أنه في معلمة أنهوا معاها سنين من المدارس عقدها لأنها طلقت بسبب يعني الطلاق، ما علاقتها يعني علاقة أو بسبب الزواج. في بعض المدارس أنت إذا عرفوا أنك هلأ بدك تتجوزي بصير يحسوا. نعم. أنه أولوياتك بالحياة ستكون نوعا ما يعني على العكس. أنا لما دخلت هاي المدرسة سبحان الله يعني فتحت طريقي، خطبت بأول شهر في المدرسة، والله وجهها خير عليكي، يعني تحملوا معي كل ظروفي. طيب ست حنين، يعني بس أنا عشان هيك بس يعني to cut it short، ولا معلمة، وأنت مسؤولة عن كلامك، ولا طبعاً معلمة من معلمات هذه المدرسة وصلها هذا القرار ابدا؟ انا ولا وحده بالقسم اللي انا اعمل فيه هو قسم الاناث. نعم. لم نراه ابدا، يعني هو لم شخص يعمل في مدرستي ابدا. نعم. هو يعني وانا مسؤوله عن كلامي. انت مسؤوله عن كلامك. نعم. انا من الناس اللي يعني لا اعلق على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لي يعني تفاعل وكذا. نعم. ولكن انا حبيت اني انا اطلع، يعني انا كلامي اللي بحكيه هلا انا مسؤوله عنه. طبعا. مسؤوله عنه امام الجميع. صح. يعني انا بعرف وشفت وكنت اقرا انه واحد من زميلاتي كانت منزلة بوست الكل هجم عليها. لا ليه؟ احنا بنحكي ذمتنا وضميرنا. اذا انتم تعرضتوا لمواقف اساءت لكم من المدارس، احنا الحمد لله لم نتعرض لهذا الشيء. نعم. ماخذين حقوقنا كامله، سواء بعطله صيفيه ماخذين حقوقنا، عطله شتويه ماخذين حقوقنا، كل شيء احنا ماخذين حقوقنا، ليه ما ندافع عن مدرستنا؟ نعم. لا يعني شخص او فرد واحد خطأ في مجموعه كامله يعني كل الاقسام خاطئه. طب عرفتوا له هذا الشخص حنين؟ والله انا يعني اتحفظ على هذا الموضوع لانه بدنا نعرف تم محاسبته ما تم محاسبته. كانت ناديه كثير. نعم. فسمعنا من هنا ومن هنا ومن هنا. نعم. وهذا بالنهايه انا قلت لك انا بحكي ما يملي علي ضميري. نعم. يعني انا فعليا هذا الكلام قبل ما انا احكي ان انا بدي احكي مع على الهواء مع ست ناديه، انا فعليا كنت حكيته. نعم. لانه هذا الشيء يملي علي ضميري. نعم. اما انا لما اسمع انه طلع يعني هذا القرار من فلان ومن فلان ومن فلان، انا بالنهايه سمعت اكثر من اسم، فانا يعني بالنهايه لم اجزم. والواحد طبعا بالنهايه عنده مخافه ربنا. لا طبعا احنا لم نطلب ايضا، لم نطلب ست حنين ذكر. نعم. اي اسماء. طبعا احنا مؤمنين جدا بخصوصيه التحقيق. نعم. لا. نعم. احنا بس بالنهايه يعني حضرتك نيابه عن اداره المدرسه والمعلمات طبعاً اللي موجودين، كونك انت لك 8 سنين تشتغلي في هذه المنظومه. نعم. الاكاديميه، فانت بتقولي انه هذا القرار شخص قرر انه هو، او التعميم شخص قرر انه هو يكتبه ولم يتم تطبيقه في المدرسه، وما في اي معلم على علم بهذا القرار، بل تم تسريبه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشخص سيحاسب على ما اقترفه. احنا بدنا نشكرك ست حنين، واحنا دورنا كوسائل إعلامية وسلطة رابعة نعطي حق الرد أكيد لا أيضا الجهات المعنية. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. صح 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 ص